مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. الكل ينتظر، الكل يترقب المنتخب المغربي، يسألون الدعاء المنتخب المغربي. دورنا أننا ندعو معهم يا ربي توفقوا في هذه المقابلة. مشاهدينا الكرام، في خضم الموضوع لن ننسى المغاربة وبعض الإشكاليات اللي وقعوا فيها الآن. سمعنا الشركة ديال الطيران 30 طائرة اللي غادي تمشي لقطر، وهنا بدات اشكاليات اللي طرحت في الموضوع. من مصادر موثوقه انه اللي مشاو 9 ديال الطيارات والبقيه خلصوا في الشركه ديال الطيران، ولكن ما مشاوش. اسباب ومسببات انه الشركه ديال الطيران المغربيه ما عندهاش الطائرات، دارت شراكه مع القطريه، والقطريه ملي وصلوا الوفود الاولى وصلات ما لقوش عندهم التذاكر، وقعوا في اصطدام كبير في المطار. هنا كان القرار ديال قطر، ديال السياده ديالهم، ديال المسؤولين، انه منعوا الطائرات انه تجي للمغرب باش تكمل ديك 30 طائره. هنا الاشكال اللي تطرح الاول، انه الناس حوالي 6000 خلصات في الشركه ديال الطيران المغربيه اموال طائله. هذا المشكل الاول. المشكل الثاني، المغاربه اللي كاينين في المطار ديال قطر وما عندهمش التذاكر. المساله الثالثه، هاد الطريقه اللي كيهيئوا بها قبل ما ياخذوا التذكره، كيريزيرفيو لوطيل، كيريزيرفي بزاف ديال الحوايج، والان في شنآن ما مشاوش، ولا اللي مشاو ما لقاوش تذاكر المقابله. اشكاليات كبرى. السؤال المطروح في الموضوع، والشركه ديال الطيران ما هي منهجيه الاشتغال في اطار العقد اللي درتي مع القطريه في حاله اذا لم يتم انهم يمشيوا؟ هذا مشكل كيعانيوا فيه، لانه الاساس هذه دولة مغربية وعندها سيادة وعندها مغاربة وعندها شعب. الكل ضحى بالغالي والنفيس ماديا ومعنويا من أجل الشعار اللي هو ندعموا المنتخب، ولكن المآل ديالهم إشكاليات ذكورا وإناث كيعانيوا في المغاربة الآن في قطر، ما عندهمش التذاكر. من يتحمل مسؤولية هذه الورطة اللي فيها المغاربة؟ المغاربة مشاو من أجل ضخ دماء جديدة، من أجل المساهمة، المساندة، روح المواطنة، ولكن لقوا أمور سلبية. الناس كاينة في قطر الآن كتعاني، ما مشاوش الملعب، خلصوا أموال. ونفس المشكل الثاني اللي ريزيرفاو وخلصوا، مشاو المطار محمد الخامس مثلا كما شفتوا معنا في منابر إعلامية، عانوا لأنه التذكرة ما كايناش. والطائرات اللي ديال قطر اللي غتجي في اطار الدعم باش تدي الناس لقطر لغات الرحلات. وهنا سؤال، دور الشركه المغربيه للطيران اللي بطبيعه الحال قبل ما تاخذ التذكره كتدخل السيت، كتعمر المعلومات، كتخلص الفندق وامور اخرى كاجراءات، كتحمل المسؤوليه الشركه المغربيه اللي عندنا فهاد الاموال الطائله باش ما يضيعوش الناس فلوسهم. وكذلك الشق النفسي عند المغاربه اللي الامل الوحيد مسانده المنتخب. هنا النداء كنوجهه لقطر ان تساند او تساهم، لانه الشعار هو الفرح اللي دار المغرب لمجموعه من الدول العربيه او بصفه عامه في هذا الانجاز التاريخي. ساعدونا، لانه هادو خوتكم مغاربه كاينين في قطر ما عندهمش تذاكر ومشاكل اخرى، ولا زالوا عدد كبير من المغاربه عالقين في المطار. شنو هو المآل ديالهم؟ ودور الحكومه لاتخاذ المتعين اكثر في الموضوع. مشاهدينا الكرام، المنهجيه اللي اخذت شركه المغرب شيئا ما موضوع النقاش. نتمنى ان تجيبنا في بلاغ او بشكل رسمي حول المنهجيه ديال هذا العقد اللي درتي مع قطر. قطر تخلفات في حدود 11 او 10 ليلا بالضبط يوم الامس، لغات الطائرات ما جاوش، والخطوط الملكيه المغربيه مريزيرفيا اكثر من 6000 شخص. كاين واحد العدد ديال 9 طائرات مشاو، والبقيه المآل ديالهم علامه استفهام. ضرر كبير عانوا فيه المغاربه في المغرب وفي قطر. من يتحمل مسؤوليه هذه المنهجيه الغير محكمه اللي ادت لهذا الوضع؟ مشاهدينا الكرام، موضوع ثاني هو الدعاء للمنتخب المغربي الركراكي ومن معاه.
الطاقم التقني جنود الخفاء. نتمنى يا ربي يحققوا هذا الإنجاز ويكون الفوز من الحليف ديالنا، لأنه الكل يتنبأ بالكرة المغربية أنه خلقات أشياء اللي كانت كتعتبر في عدد كبير من الدول أشياء ما تدخلش للعقل. حوالي 80 أو 85 سنة لم يكن يوما ما أن وصل أي منتخب عربي لهذا المستوى اللي وصل له المغرب. المغرب الله عز وجل يسر له الأمور. الدعاء ديالنا للمغاربة يكونوا بصحة جيدة، والركراكي يساهم ما أمكن، لأنه الركراكي الوضع ديالو كما كان الحال صعب. هذه المهمة اللي عنده كنتمنوا لهم التوفيق. مشاهدينا الكرام، نحن على تتبع الأحر من الجمر هذه المقابلة التي لها أبعاد، وبالأخص مع فرنسا. ونعلم جيدا العلاقة بين المغرب وفرنسا، ونعلم جيدا المغرب وفرنسا في التاريخ. لما لا أن يكون هذا انتصار حليفا للعرب ولإفريقيا بشكل عام. مشاهدينا الكرام، الدعاء للمغاربة، ونتمنى كذلك كل من ساهم من المغرب، من الدول العربية، من قطر، لحل هذه الأزمة اللي كيعانوا بها المغاربة الآن. مشاهدينا الكرام، تنتمنى التوفيق للمغاربة. تعليق المواطن، شكرا لكم.